يعطيكم العافية طلاب الصف الخامس. اليوم معانا قاعدة السيمبل باست. السيمبل باست يعني الماضي البسيط. متى بنستخدم السيمبل باست؟ To talk about action happened and finished in past time. يعني لنتحدث عن فعل حدث وانتهى في وقت سابق أو وقت ماضي. طيب كم من حالة للسيمبل باست؟ 3 حالات. Form 1، الحالة الأولى اللي هي الأفيرماتيف يعني المثبت. كيف بيكون شكل الجملة؟ بتبدأ بالسبجكت يعني الفعل، الفاعل سوري، بعدين الفيرب بالتصريف الثاني، فيرب بالتصريف الثاني وتكملة الجملة. بداية بدي أحكي معلومة، إنه هون إحنا بالزمن الماضي، الماضي البسيط، ما بيهمنا الفاعل يكون سينجولر ولا بلورال لأنه كلهم رح نعاملهم نفس المعاملة، تمام؟ طيب خلينا نعطي مثال على الشكل الأول اللي هو المثبت. example he played football yesterday، هو لعب بالكرة البارحة. he هون السبجكت، حكينا السبجكت هون ما بيهمنا إذا كان سينجولر أو بلورال، تمام؟ طيب بعدين عندنا الفيرب، والفيرب هون إذا بنلاحظ مضاف له ED يعني هو بالتصريف الثاني، بالتصريف الثاني. طيب إذا لاحظنا كمان برضو في عندنا keyword هون أو adverb of time يعني ظرف زمان اللي هو yesterday. yesterday يعني الأمس، وهي بتدل على إنه الزمن وين؟ بالماضي. طيب نيجي للشكل الثاني اللي هو الفورم 2 negative يعني المنفي. المنفي كيف بننفي القيام بالفعل بالزمن السيمبل باست، بزمن الماضي البسيط؟ كيف بكون شكل الجملة؟ بتبدأ بالسبجكت يعني الفاعل، بعدين بإضافة من أفعال الدو اللي هي بتيجي بالتصريف الثاني، ناخذ التصريف الثاني من أفعال الدو ومننفيها طبعا لأنه إحنا بنحكي منفي فلازم ننفيها، تمام؟ فإذا بنحط هون أو بنضيف هون إيش؟ didn't، بعدين الفيرب. لهون بنلاحظ الفيرب ما حطيناه بالتصريف الثاني مع إنه إحنا بنحكي نحكي هون simple past يعني ماضي. طيب ليش يا مس ما حطينا هون الفيرب بالتصريف الثاني؟ لأنه إحنا هون حطينا إشي عوض عنه. شو هو الإشي اللي عوض عنه؟ اللي هو أفعال الدو بالزمن الماضي. خلص إحنا حطينا ضفنا هون ديد هون بالزمن الماضي، فهي أغنت على إنه كمان برضو نحط المين فيرب بالزمن الماضي، تمام؟ نعطي مثال example he didn't eat the apple. he didn't eat the apple، هو لم يأكل التفاحة. he هون subject، وكيف بننفي القيام بالفعل إنه هو ما أكل؟ بإضافة didn't، أفعال الدو بالتصريف الثاني ومنفية didn't. طبعا زي ما حكينا هون وشرحنا هون إنه بما إنه حطينا هاي أفعال الدو بالزمن الماضي ما في داعي إنه نحط المين فيرب برضو بالزمن الماضي، بنرجعه للتصريف الأول اللي هو هون eat، ما حكينا eat، حكينا eat، تمام؟ نيجي للشكل الأخير اللي هو الفورم 3 اللي هو الكويستشن، يعني كيف بدنا نعمل سؤال بزمن السيمبل باست؟ بحالة السؤال بنعكس السبجكت، مش راح نبلش فيه، لا راح نبلش بأفعال الدو، وزي ما اتفقنا بما إنه إحنا بنحكي باست هون ماضي فأكيد راح نختار أفعال الدو بأي زمن؟ الزمن الماضي، تمام؟ فراح نحط هون did. did زي ما حكينا السبجكت هون ما بيفرق معنا singular أو plural، يعني did هاي راح تيجي مع he و she و it و they و you و we و I، ما في أي مشكلة، بتضلها زي ما هي، تمام؟ زي ما حكينا هون بعد did subject، بعدين الverb 1 لاحظنا هون نفس الحكي، نفس المعلومة اللي هون. ليش حطينا الverb هون بالتصريف الأول مش بالتصريف الثاني مع إنه إحنا بنحكي زمن ماضي past؟ لأنه إحنا حطينا إشي عوض اللي هو أفعال الدو بالزمن الماضي، تمام؟ وكملنا السؤال وما بننسى طبعاً أكيد علامة السؤال question mark. اوكي نيجي للاكزامبل المثال. Did you enjoy your trip؟ هل استمتعت برحلتك؟ بنلاحظ هون بدأت بأفعال الدو بالزمن الماضي did، وهون you اللي هو subject،
وبعدين المنفرب اللي هو الانجوي ما حطيناه انجويد بالتصريف الثاني، لا، لانه احنا حطينا ايش يعوض اللي هو افعال الدو بالزمن الماضي، تمام؟ فهي did you enjoy your trip، did you enjoy your trip، تمام؟ هلا زي ما لاحظنا هون مرت معنا اللي هي adverb of times اللي هي ظرف زمان بدل على simple past اللي هو yesterday الامس او البارحه، وفي كمان عندنا برضو كمان ظرف اللي هو last مع زمن last plus ايش تايم، والتايم هذا طبعا اكيد راح يكون بالماضي. زي ايش مثلا؟ زي last week last month last hour last monday extra الى اخره. يعطيكم العافيه.